وعدنا من الفاصل معانا مصممة أزياء شابة واعدة منى ممدوح. ربنا يخليكي يا نور، ازيك يا ازيك حبيبتي؟ عاملة عاملة ايه؟ ايه؟ نوراني. بنورك والله يا حبيبتي. قولي بقى انتي جايبة لنا النهاردة معاكي ايه؟ انا قلت بقى ايه، بمناسبة الاحداث والكورونا والحاجات دي كلها، فابتديت الفترة اللي فاتت اعمل تريننجات بس، بناء بقى على ايه، صحابي كل الناس بتنزل تروح تعمل مشاوير بسرعة وترجع، ومفيش بالظبط، وقت ان هم القعدة أكتر يقعدوا في يلبسوا البيت، ويعملوا نادي، سوبر ماركت، الحاجات دي. بالظبط كده، النوادي والحاجات دي كلها. فابتديت اعمل للناس واصحابي ومعارفي وكده التريننجات. قولي لي انتي اصلا كان اتجاهك ايه في الاول، يعني ابتديت تصميمك ايه؟ فساتين ولبس عادي خالص، وبعدين لما لقيت الكورونا بقى واللوك داون والحاجات دي، ابتديت بقى ايه، قلت اعمل الفكرة دي حاجات في رمضان اللي هي تتلبس، جالك زيارة كده تلبسي الحاجات دي اللي هي الكفتانات والحاجات الواسعة، او في الايام العاديه مشاوير، نوادي، حماتك، مامتك، مش عارفه ايه، تقومي بالظبط. لابسه الترنينجات دي. بس تحفه. انت بقالك قد ايه في انا التصميم؟ بقالي من 2013 طب مده برضو. الحمد لله، الحمد ابتديتي لله. بقى على طول يعني كهوايه، ولا خدتي دراسه، ولا انا اصلا عملتي ايه؟ خريجه كليه اثار، ملهاش اي علاقه، واشتغلت بس برضو ليها في الفن والحاجات دي. بس كنت باخد كورسات وابتديت اعلم ناس، وبعدين بعد كده ابتديت بقى انا اشتغل بنفسي بقى وبايدي وكده، باترونات وارسم وادي الورش. وليك البراند بتاعك طبعا. بالظبط، من 2013. تمام. طب قولي لنا بقى كده قطعة قطعة، اخبارها ايه؟ بصي، انا بحاول ان انا يعني ادخل الميلتون في كل حاجه، الميلتون عملي جدا، وبما ان الترتر الناس بتحبه وهو موضه طبعا، اصلا وصبح قوي، وبالليل وظهر وكل حاجة. فابتديت ان انا يعني احط ميل ترتر، يعني حطيت كتير وقليل للناس اللي بتحب كتير او الناس اللي بتحب حاجات بسيطه، زي حاجه زي كده مثلا، بقيت احط شريط بس كده، واحيانا ما بحطش في البنطلون على حسب انت رغبه. بتجيبي خاماتك منين اصلا؟ كله مصري من الازهر، جمال عبد الناصر، من طب الحتت دي حلو، انا مصري من 100%. from A to Z مصري، حتى القماش الميلتون مصري. طب حلو اوي. بس فابتديت بقى ايه، اعمل برضو حاجات لرمضان. وبتصممي بقى انت الفاتورينست بتاعت ال انا بصمم وانا بعمل الباترون، برسمه يعني، برسم الباترون وبدي بقى للناس بتقص، او احيانا اقص قطعة مثلا وهم يقصوا بقية الكمية، لان الكمية بتبقى كبيرة، فانت بتستعملي مقص كهرباء، انت ما يعني انت بتستعمليش بتعملي من الموديل الواحد كذا مقاس، مش سمول، ميديوم، لارج، اكس لارج. يعني ممكن توزعي على محلات او كده، مش بالظبط، بوزع فعلا على محلات، وبعدين بحاول اعمل مقاسات اللي هي تناسب الست المصريه الطبيعيه، لان كل المحلات او الحاجات اللي في السوق بتبقى جايه من يعني مستورده من بره، المقاسات ما بتبقاش مقاساتها مش بتناسبهم. مظبوطة 100% علينا، صح؟ فابتديت ان انا اظبط باتروني على اساس ان انا اعمل حاجه تناسب الست المصريه، وفعلا هما يعني اللي بياخد من عندي مثلا مقاسه لارج بياخد من عندي ميديوم، دي حاجه كذا حد اداني الفيدباك انه تمام خصوصا لو المقاسات. معموله في الصين، يعني لو ميد ان بالظبط تشاينا كده، بتلاقي كل المقاسات صغيره شويه عن ال بالظبط. فبحاول ان انا يعني التريننجات بالذات بتلاقي المقاسات صغيره جدا في السوق، فحاولت ان انا اعمل اظبط المقاسات، والناس الحمد لله ايه يعني. الصعوبات بقى اللي بتواجهك؟ قولي لي كده، واجهتي ايه؟ اكيد الصنايعيه دي اول اكيد. حاجه، بس في الاول كنت بواجه ان هما يعني مش ملتزمين والمواعيد ومش عارفه ايه، بس مع الوقت ابتديت اعرف اتعامل معاهم الحمد لله. ممكن في الاول يعني شويه تجارب كده، انا بقى مع نفسي، ان انتي بتعملي الحاجه وتحسي بعد ما مش دي تعمليها اللي لا فيها مش نسبة تسويق مش قد كده. بالظبط، في وكمان في اللبس لما تيجي تلبسيها مش عمليه قوي، فمع الخبره والوقت خلاص بقيتي تعرفي ايه الحاجه اللي ينفع تتعمل وايه اللي ما ينفعش ان هي تتعمل، بس هما دول تقريبا. لكن وزي ما بيقولوا كده، بيجي لك الالهام وانت نايمه بالليل بالظبط بقى، كده، مع وفجاه الوقت بتسيبيهم بيجي على لك الاكل الالهام فعلا. وتقومي ترسمي وكده. انا هصحى اعمل بنطلون النهارده، هصحى اعمل البنطلون وتمام، لا الحمد لله. بس هما بس الحاجتين دول بس، انت طول ما انت بتشتغلي لو وفي خلصتي جديه، عرض ممكن تفضلي تقعدي، ميرسي لازم ما تضيعيش ميرسي، وقفه. اتفضلي. طول ما انت يعني في جديه وان انت بتجتهدي بتلاقي ربنا فعلا بيسهل كل حاجه يعني من فعلا مشاكلك يعني. قلتي لي الصناعه للصنايعيه يعني. طيب وتسويق طبعا. التسويق دلوقتي عشان الناس قاعده اونلاين على طول، فانت بتلاقي على طول يعني الاونلاين شغال كويس قوي،
عن الناس تنزل وتروح المحلات، فهي بالظبط، يعني خصوصا فترة الكورونا الحظر. اه صح. يعني سهلت القصة دي. كان بيبقى فيه عدم ثقة شوية من الناس، الناس بتبقى خايفة من الصور، طب الصور دي واقعية؟ الصور دي ابتديت بقى يعني أصور على الطبيعة، الموديل تصور قدام المراية. في الأول كنت بصور وبتبقى شاشة بيضة في الأول، بس يعني اول ما بيجي لك فكره الموديل بتعملي كذا، قلتي لي كذا مقاس صح، دي تكلفه عليكي برضو، ان انت بيبقى عندك مثلا اقل 3 قطع من كل حاجه وبتبتدي تشوفي، ولا بتعمليها بالطلب؟ لا في الاول كنت بعملها بالطلب، وبعدين لما الدنيا بدأت تمشي خلاص بتعملي بقى المقاسات والكلام ده كله من المكسب اللي بيجيلك من البيع يعني. بس في الاول كان بيبقى طبعا تكلفة عليا، بس بقيت اعمل بالطلب، حتت حتة حتة حتة، جابت حتة جابت علاقات جابت ناس، الدنيا وسعت، جت كورونا، جت الناس كلها قاعدة اونلاين وبتشتري، اه لحد ما احسن، اه الدنيا اتسهلت لحد ما الحمد لله. اتوسعت. فبتنزلي بازارات بقى وكده، بنزل بازارات، بس دلوقتي طبعا الدنيا بتبقى قفلت واقفة. تاني. اه بس لسه من قريب ده الكلام ده، مبقالوش اسبوع. يعني بصي، انا بالنسبة لي الاونلاين وان انا احط في محلات بحب اكتر كده، لان مع الشغل الكتير انا ما عنديش وقت. يعني انا مش بدي الصنايعي من الاول يعمل كل حاجة، انا اللي برسم وانا اللي بعمل، فبقاش عندي وقت ان انا برضو اروح بازار واقعد من الصبح لحد بالليل وتقريبا وكده. ورشتك فيها كام حد، كام عامل؟ هما ورشتين، ورشة فيها 2 وورشة فيها 5، سبعة. طب دي تكلفة برضو عليك، يعني بتضيفي بصي تكلفتهم احيانا لأنهم. بتعامل لما بيبقى الشغل والرزق الحمد لله واسع، يعني بتعامل معاهم انه باليوم باليومية، واحيانا لما الدنيا بتبقى يعني مش قادر طب يعني واقفة. نتفرج على الصور ولا ايه رأيك؟ اتفضل. اوكي. اقول لنا بقى، اول معانا الصور اهي في السكرين. ده التريننج ده انا برضو دخلت لونين مشي، اللي هو الميلتون الروز، وده اللي معانا ده اللي هو مدخل فارو وترتر. ده بنطلون مش قادره اقول لك كانت سالي دي وسالي. دي سالي عبد السلام، اه اهلا بيك. دي كلها حاجات هتلاحظي ان هي ممكن يعني لو حد جه زارك في البيت تبقي لابساها وتبقى الدنيا لطيفه وكده، اه او يعني او انا نازله بتارجت سوبر كده ماركت، بالظبط، نادي، انا الحاجات دي. بتارجت اه كده في الظروف دي بالذات يعني. دي حاجات كنت عاملاها رمضان، الستيكرز والحاجات دي بتبقى جاهزه دي اوريدي ولا انت كلها اللي حاجات مصممها؟ من مصانع في العموم المصريه، اه كلها بتجيبولي بشتري لكن بعملهم ممكن تبقي انت بالجمله. اللي عامله الشكل، لهم انا عايزه الشكل ده النهارده. ممكن زي ما انت عايزه، يا هما كده يا هو بيبقى عامل زي افكار وانا باخد منه. ده دي دراس فساتين كانت في الصيف بقى كنت عاملاها، حلو قوي يعني. ده يعني الاكتر مبيعا الباليت، برضو اه التريننج ده. ده اللي معانا هنا ده بس، تحفة. بس كده. اه حلوة كمان العباية دي. دي برضو كانت من اكتر العبايات اللي اتباعت السنة اللي فاتت. ممكن تصممي كله على بعضه، يقول لك مثلا عايزه تعملي لها الستايل كله على بعضه، وانا عندي مناسبه كذا مثلا. بصي دلوقتي ما بعملش كده، لاني بحاول ان انا اركز ان يبقى فيه حاجات مصرية بمقاسات كبيرة تنفع للناس كلها، لكن كأن انا اقعد مع واحدة واقعد اظبط ده بيحتاج مجهود ووقت كبير وتفرغ برضه. اه طبعا. فانا كان التارجت اكتر اني انا اعمل حاجات مقاسات زي اي براند او حاجة بره موجودة وكده، الثلاث مقاسات الأساسيين ثلاث وتكملي على. مقاسات وتناسب الست المصرية، لان كان بيجيلي شكوى كتير ان المقاسات وفي السوق وبتاع، فانا قلت اسهل للناس يعني، وهي دي التارجت بتاعتي. فعشان كده ما بفكر لما حد بيجي يقول لي لو عندي وقت بعمل، بس مش بصورة اه بصي، كاملة هو يعني. دلوقتي في فيديو كمان اهو. ده كنت عاملاه عشان النيو يير والفستان انت برضو لابسه من منتجاتك مش بالظبط كده؟ كده، وانا لابسة من منتجاتي لازم. ده اللي تقريبا اللي انت ايوه لابساه ده اللي صح. انا لابساه، وكنت عاملة منه اللون التاني ده. ده حلو. الخامة بقى دي تنفع شتوي، بس انت في الصيف بقى بتعملي ايه؟
في الصيف بالعكس، في الصيف بيبقى فيه اقمشه احسن من الشتاء. الشتاء برضو انت محدوده بقمشه تخينه او صوف، والصوف مش هتعرفي تعملي، مش سوري، التريكو، والتريكو مش هتعرفي تعملي منه يعني. في الصيف بقى بيبقى فيه بتبقى فيه فيسكوز، وبيبقى فيه حاجات اقمشه جميله جميله في مصر وموجوده وكميات بتعمل منها رهيبه. نفس الموديلات، بتبقى لطيفة. بعمل منها، بصي انا بعمل منها فساتين، وبتبقى يعني مايله شويه برضو لحاجات ممكن يتقعد بيها فضفاضه واسعه، ممكن يتقعد فيها في البيت يعني. بس ف او المصيف بقى، الساحل وبالظبط، والحاجات دي. والمصيف والساحل والحاجات دي، الفساتين بتبقى ماشيه بطريقه انت رهيبه. عموما السفكة كتير قوي كانت هي بالظبط كده، الترند. والسنه دي كمان والشتوي الفساتين، الفساتين والتريننجات هي الترند، اكتر ترند السنه دي والسنه اللي فاتت، ومستمريه معانا بيتهيألي في ظل الاحداث اللي احنا فيها دي. ايوه بالظبط. بتفكري في ايه جديد بقى؟ قولي لي كده. بصي انا بحاول بقى دلوقتي ان انا اعمل اقمشه انا اطبعها، يعني بحاول ادور على حد ان هو يوفر لي طبعات انا اللي ابقى مفكره في الطبعه وهو يعملها لي، وتبقى البرنت دي هي دي بتتعمل منها برضو كذا حاجه واسوق لها يعني، وتبقى البرنت هي المعموله يعني، بتلبسي مثلا ايه قطع او قطعتين ثلاثه مثلا، 3 مقاسات اعمل منها البرنت، فتبقي مميزه يعني انت الوحيده اللي لابسه لما البرنت بيشوفوا البرنت دي بيعرفوا ان انت بالظبط تبع كده. منى ممدوح. بس لسه ان شاء الله بقى في الصيف ان شاء الله، ان شاء الله حلوه، بس. لسه قدامنا وقت برضو تكوني عملت لنا كذا شغل ربنا جميل. يسهل ان شاء الله يا نهار، ربنا يسهل. طب قولي لي تاني، عندك ايه افكار تانية غير كده؟ بصي انا فكرتي مثلا تعملي لهم شنط معينه، تدخلي الحاجات دي على، ولا مش عايزه تدخلي في المجال مش ده؟ بصي انا بحب جدا شغل الباترون يعني، بحب اشغل دماغي انا. هقول لك حاجه، الباترون ده انت بتقعدي طول حياتك تتعلمي، انت مش يعني انت مش مثلا بتبقي اكتفيتي، لا انت كل شويه موديل بيعلمك حاجه. انتي متعلمتي على ايد مين يعني؟ مدارس بصي انا مثلا هنا في عندي مصر مدارس تعليم في يعني؟ مصر. زمان كان في ناس كتير اجانب صح في مصر. لا دلوقتي كان في فتره كده كان في كميه مدارس، انا من وانا في ثانوي وانا بروح اتعلم بلاقي سنتر بيعلم اروح اتعلم، وانا في البيت برضو يعني يمكن 60% عليها انا كنت بجرب كتير، اقعد اجرب وارسم واعمل واطلع مجلات، مجلات بقى اجيب مجلات من بره يعني بتبقى مستورده وافتحها واقعد اجرب ازاي اتعملت كده، وبعدين اوقف شويه وبعدين ارجع ده في اخد كورس. محلات مخصوصة كانت بتبقى زحمة جدا، أنا فاكرة واحنا صغيرين بالمجلات دي. ايوه انا اجيب بقى المجلات دي اللي هي في مجلات قديمه، هي دلوقتي المجلات ما مش ما فيش كتير مبقتش زي بتنزل. زمان فعلا، فابتديت كده. وبرضو ان انت تبقي عارفه كل التفاصيل دي مش سهله، لازم عشان تعملي حاجه تبقي عارفه تفاصيلها، تبقي عارفه ازاي تقفلي قطعه، تقعدي على المكنه، كل الكلام ده انا بعمله، انا بعرف اعمله، مش بعمله بسرعه الصنايعي، بس لازم تكوني عارفه بتعمليه، لان في ناس بتعمليه عن طريق المدرسة ولا اشتغلتي بإيدك مع حد؟ انا جربت يعني فجأة كده قلت انا هعمل براند باسمي، ولا انت اكيد في انا حاجات عشان قبل كنت كده؟ بحب، كنت لما وقت ما اكون مثلا وقت فراغي او وقت ما اكون متضايقه كنت اقعد ارسم واعمل، يعني لازم حلوة اعمل انك كده. اكتشفتي الموهبة دي وانت صغيرة يعني بتقولي. طلعتني بصراحه من حاجات كتير قوي يعني فعلا يعني. بس فابتديت بقى تدريجيا ان انا طب ليه ما اعملش، طب ما اجرب، طب ليه لا، مع شغلي، طب خلاص لقيت الدنيا مشي، طب خلاص بلا يعني الشغل بقى خلاص يعني كان في ظروف كده معينة يعني ما كملتوش، طب ايه خلاص، طب ما اكمل، لقيت طب ما بيجيب لي فلوس، طب تمام، يعني تدريجيا كده. المهم ان بوظتي انت كم قطعة ايه بوظتي كم قطعة عشان كتير تطلعي الجمال ده؟ كتير، وكنت بتضايق جدا، كنت بنام فعلا متضايقه القماشه باظت. بس اكيد اللي بعديها بتبقى احلى حاجة مش متوقعة. بالظبط كده، بس بتبقي متضايقه بشكل، وتقعدي نايمه وانت نايمه بتفكري اظبطها ازاي، يعني ازاي ارجعها، وممكن يطلع بعد ما تبوظ تطلع موديل تاني. وعايزه اقول لك ان في حاجات كتير من اللي باظت اكتر حاجه صلحتها وكانت بتتباع والناس كانت بتقول عليها يا رهيبه جماعة يعني. دي أيوة فيها لو ديكور. يعرفوا بقى الكواليس مش هيقولوا كده خالص. فيعني انت طول ما انت في القصه بتتعلمي، دي ميزه قصه الباترون، ان هي ما فيهاش ليميت تقولي انا جبت اخر الموضوع، لا الموضوع ملوش اخر، انا بالنسبه لي شايفاه كده يعني. بس فكل شويه اكتشف حاجه واعمل حاجه، وبحاول احسن برضو من الفينش. خلي بالك احنا الصنايعيه عندنا هنا
برضو مهما وصلتي لمرحلة معينة لازم معاهم عين هم. طبعا. فانتي انتي من بختك لو معاكي صنايعي كويس، انتي يعني تتمسكي بيه جدا. وكلهم، انا عايزة احيي وليد عشان ما يزعلش، هو الصنايعي المجتهد اللي حقيقي يا عندي وليد. عشان ما يزعلش، بس لا احنا فان روحنا هو في ايدك يا وليد. هاي. ان هو يطوعك ويعمل الفينش وما يبقى بضمير وكده، طبعا دي خدت مني يعني. ليكي مثل اعلى بقى في المجال ده، يعني بصي، حد ما يطلع كده فجأة على الريد كاربت مثلا، لا انا عايزة ده، انا عايزة ابقى هنا. انا مش يعني بصراحة مش هقولك ان انا ليا، بس انا يعني مثلا رالف لورين من الناس اللي انا ببص لهم واقعد ابص على، لانه من الناس اللي بيعمل الريدي تو وير على طول، الحاجات اللي هي العمليه. فمش هقول لك مثلي بس الاعلى، هم بس برضو اقول لك اسطمبات يعني، طبعا مش هتكلم عليه، بس هو يعني قصدي هي اسطمبات معروفة بقالها سنين يعني. بس برضو يعني في التراك، يعني مهما كان لازم يبقى عندك حاجه اللي هي التقليديه اللي موجوده على طول، اللي محدش يقدر يستغنى عنها، هو ده صح. رالف لورين. فدايما كل سنه لازم اقعد اتابع الـ الـ الشو بتاعه، ان يعني هو ده ما عمل بين ايه. الريدي تو وير والبيزك، الحاجات اللي هي اللي هي الحاجه اللي هي ما حدش يقدر يستغنى عنها، زي برضو التريننجات ما حدش يقدر صح. يستغنى عنها. صح حقيقي. بس طب قولي لي فالحمد ايه لله. صعوبات تواجهك، يعني انت قلتي لي انا واجهني كذا، ايه بقى يعني عايزه الناس تساعدك في ايه، قولي لي كده. طبعا يعني برضو هو يعني التسويق طبعا مش سهل، بس عايزه اقول لك ان في حاجات كده بتبقى مهما قعدتي درستي وتسويق، يعني انا قعدت اخدت حاجات كتير تسويق الكتروني والحاجات دي كلها وبتاع، بس سبحان الله يعني. يعني برضو انتي طول ما انتي بتجتهدي وبتتعبي ربنا بيرزقك، بس برضو ارجع واقول لك التسويق، يعني التسويق ده حاجه برضو عايزه لها السبوت، حد. السبوت اللي بالظبط، بينور. عايزه حد يعني انت ما تقدر تبقي فاهمه فيه، بس انت ما تقدريش تركزي فيه كمان، يعني مع الحاجات والتفاصيل دي لازم يبقى في حد معاكي يسوق لك وكده، وحد يبقى بيساعدك في القصه دي. بس بس يعني ناوية تتجهي لحاجات تانية، يعني أنا عايزة اللي يلبس منك مرة يفضل يلبس على طول، بالظبط فاهماني؟ كده. مش اللي هو يلبس مره وخلاص ويمشي، لا، انت في حاجات بتتعمل في التسويق كتير حتى لو انت فاهماها برضو محتاجة حد يكون يعني ماسك القطعة دي، ماسك القصة دي، بس مفيش، ما تبقيش انتي مشتتة بين التفاصيل طبعا يعني بس. شركة أحسن طبعا. كل بالظبط واحد. كده. هي دي الحاجة كمان فوق الصناعية اللي ممكن تكون بتعملي فعلا ازعاج شوية، طب بس بصي، زي ما زعلناش وليد، انا لما كلمتك كذا مره قعدتي تقولي ماما ماما ماما، مش عايزين نزعل ماما بقى. قولي لي بقى، مامتك مامتي غلبت بقى، معاكي قد ايه؟ مامتي بقى هي يعني هي الداعمة اللي من الأول، اللي هو زي ما حضرتك بتقولي يعني اللي هو القطعة، يعني انت كنت بتجيبي، طب انت ازاي كنت بتعملي كميات، طب ما دي تكلفة. بصراحة هي اللي كانت بتديني هي ماما رأس هاتي بقى، المال، عايزه ابوظ. هي رأس المال، حتى لو بوظت كانت بتديني بس اكيد بصراحة. فرحانه بيكي بعد اللي شافته. لما بتشوف كده يعني ما بتصدقش، هي كانت يعني كانت شايفة ان انا عندي هواية، واللي هو طب لا يعني طالما انت حاجه بتبسطك اعمليها. لما لقت كده بقى ولقت الاقبال ولقت ان انا على طول مشغوله ان انا في الورشه على طول وكده، لا هي مش مصدقه ان الموضوع جه معايا، يعني الموضوع ازاي بقى بيزنس كده، وبقى تحد مهم. انت مهمه ولا ايه، انت تتحركي. بس فالحمد لله، لا هي يعني هي دعمتني ربنا ماديا يخليها وتفضل جدا. يا جنبك على رب طول يا رب، يا رب وسنة سعيدة عليها. يا رب يا رب، وقولنا بقى وعليكي يا نهى، أمانيكي. الله عليكي يا يخليكي رب. يا حبيبتي، قولي لي أمانيكي بقى ايه للسنة الجديدة، بما ان دي أول حلقة في السنة. أمنيتي إن أنا يعني يعني يبقى في استمرارية، ربنا يديني الطاقة إن أنا أستمر، إن شاء يعني يبقى الله. عندي صبر إن أنا أستمر وأعدي كل حاجة صعبة يعني بهدوء، يعني أبقى حمولة التفاصيل بتاعة الشغل، بس هو ده اللي دايما بدعيه يعني. يعني ان شاء الله إن شاء ويوقف الله. جنبك الناس الكويسه. بالضبط يا اولاد رب. الحلال. عارفه مامي بقى تدعي لك. دي ماما بتدعي كويس. لا ان شاء الله تكون سنه سعيده عليكي، يا رب آمين. ونشوفك بقى ان شاء الله السنه الجايه زي دلوقتي أكيد كده. أكيد. الموسم الجديد بقى، مش لازم السنه الجايه، إن ويكون شاء في الله. ابداعات اكتر من كده ان شاء إن الله. شاء الله إن شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، ميرسي ليكو. كانت حلقتنا النهارده مع منى ممدوح الفقره الاخيره، ونتمنى نكون عجبتكم، وباي باي.